أصدقاء جسر عربي، أنا نسمة معاكو. sono Nesma. Leggiamo insieme qualche articolo di giornale. Assicurazione auto. I veri costi con il lockdown cali in tutte le regioni. Assicurazione auto. يعني تأمين السيارة. veri costi con il lockdown. أسعار الحقيقية. i veri costi con il lockdown. مع الغلق. كالي in tutte le regioni. كالي معناها تخفيضات، تخفيضات في كل المحافظات. Qui possiamo leggere nel DPCM di Natale regole per spostamenti, seconde case, negozi e cenoni. Le novità. DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. معناها قرار من رئاسة مجلس الوزراء. DPCM. للكريسماس اي تعليمات او القوانين الرجولة يعني القوانين بير للتنقلات للبيوت التانية بمنطق يعني لو حد عنده بيت آخر يعني بيملك أكتر من بيت نيجوتسي محلات وتشينوني التشينوني بيبقى حفلات حفلة عشاء الكريسماس بيتقال عليه تشينوني عشان بيبقى في ناس كتير وفي أنواع مختلفة من الطبيخ والحفل بيفضل متأخر أوي. Qui possiamo leggere un altro articolo che riguarda invece lo sport con la notizia. دلوقتي هنقرأ مانشيت يخص الرياضة والعنوان التالي. مارادونا لا مورتي تra ميستيرو جالو hanno sbagliato le cure. فهنا مارادونا لاعب الكورة طبعا. الموت ما بين الغموض والتحريات. العلاج خاطئ. مورتي الموت. ميستيرو الغموض. جالو. جالو في اللغة الإيطالية معناها اللون الأصفر، ولكن لو هو في جملة من نوع ده كل الحاجات اللي تخص العالم التحريات البوليسية. جالو الليبري جالي يعني المجلات أو القصص البوليسية. الفيلم جالي كذلك يعني أفلام بوليسية. وكذلك لو محطوط في جملة زي دي أنه لو في موتة غريبة مش مفهومة بيتقال عليها è una questione da giallo، يعني معناها يبقى محتاج الشيء ده أو الموضوع محتاج تحريات بوليسية. لكورة طبعا العلاج أو العناية، أو ممكن لا كورة يبقى الرعاية. الكلمة ممكن يبقى ليها كذا معنى من الناحية الطبية. هنيجي بعد كده عند الجزء التاني من المانشيت وبيقول l'ex medico e l'avvocato denunciano prima dimissioni affrettate poi lo hanno lasciato per 12 ore. الطبيب السابق والمحامي يبلغون، بيعملوا بلاغ. denuncia la denuncia ده الاسم، denunciare الفعل. وبعد كده prima dimissioni affrettate poi lo hanno lasciato
per 12 ore. Prima dimissioni affrettate, معناها الحرفي خروج سريع، وهنا بمنطق خروج من المشفى غير مبرر. هي دي فعليا اللي ما بين السطور في كلمة أفريتاتو، لأنه أفريتاتو معناها سريع، بس هنا بيعني حاجات أكتر، بس مفيش أدلة. بوي يعني وبعد، بس بما إنه في بريما، بوي هنا معناه ثانيا. تركوه، لو hanno lasciato، تركوه 12 ساعة للناس اللي سابوا مريض عامل عملية في المخ قبلها ب3 أيام لوحده بدون أي رعاية لمدة 12 ساعة. فطبعا في الجملة التانية بتاعت المانشيت في كلام كتير ما بين السطور.